اهلا وسهلا بكم من جديد. طبعا نستقبل معنا في الاستوديو الاعلاميه شقت طريقها في عالم الصحافه المرئيه والمكتوبه والمسموعه. خبرتها الطويله في هذا المجال اعطتها يعني دفعه لدخول غمار البرامج الاجتماعيه والسياسيه ومناقشه اهم القضايا في العالم العربي. ماتيلدا فرجندا اهلا وسهلا بك. اهلا فيك. شرفتينا في هلا وفي روتانا خليجية وفي روتانا ككل. أهلا وسهلا فيك وأنت كمان أهلا وسهلا فيك بلبنان. الله يسلمك. أهلا وسهلا فيك. يعني سر هذا النشاط والتجدد يعني سواء على المستوى التلفزيون أو الإذاعة أو حتى على مستوى نتاجك المكتوب مؤخرا، يعني سر هذا التكامل يعني كان مدروس ولا هو بسبب أحداث معينة تحدث؟ لا، ما في شيء مدروس بالحياة، بس اللي بتحسه جواتك انه انت عندك طاقة بدك تفجرها، وبتصير تفجرها بطرق مختلفة عبر سنوات طويلة. يعني انا بالنسبة لي الاعلام هو شيء متكامل. يعني ولا مرة حسيت انه الاعلام هو طلة تلفزيونية بس، ولا مرة حسيت انه الديكور والكرسي والطاولة هي بتصنع منك اعلامي. كنت دايما اقول انه اذا ما عندك قلم منك إعلامي بالمعنى الحقيقي. الإذاعة بتعطيك حضور واثق أكثر لأنه المذيع عنده مخصصات وعنده إذا بدك شروط مختلفة بتعطيك ثقة تطلع على الناس مش تجرب بالناس قبل ما توصل على التلفزيون. مشان هيك حسيت أنه في كل شيء عبالي جربه، كل شيء بيعني لي لأنه الإعلام ككل بيعني لي. جميل، بس وين تجدين نفسك أكثر؟ بالكل. لا إلا ما في شيء تحبينه أكثر. لإلك التلفزيون بتعيش نشوة نجاحك أو فشلك باللحظة. هيدا سر التيفي اللي بتحس إنه أنت مدمن عليه، لأنه الناس يا بتعطيك نجاحك بالثانية يا ما بتعطيك إياها. الصحافة المكتوبة هي بتحس إنه غير شيء، أنت حاضر بس بغير أسلوب لغير ناس بغير إطار، مش نفس الببليك، مش نفس العالم اللي عم تشوفك على الشاشة، هن نفسهم اللي بيقروك. وعلى الإذاعة كمان يعني مختلف. أنت قاعد تعطيني تحليل لردة كل فعل. مشان هيك عندك لذة تكون بالثلاثة. لا بس أنا أقول أنت كأداء تشعرين بـ 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 بأنه ماتيلدا هي موجودة أكثر في أي شيء منها، حتى لو كانت النسبة 0.5%. يعني إذا بدك أقول لك إنه هاي المرحلة بحب التلفزيون، بحب التلفزيون وبتجي الصحافة المكتوبة من بعدها. نعم. أسماء برامجك مرتبطة بشخصيتك أنت اللي تسمين ولا المحطات اللي تسمي؟ على المكشوف جريء جدا الآن، برنامج نبض أيضا. نعم. من يسمي، أنت ولا هم؟ هناك نقاش للتسمية يعني. بس كمان ارتبطت الأسماء بشخصيتي لأنه يعني أنا حواري مباشر، لا أغوص بالشكليات، وحين يكون الضيف أمامي وخصوصا بالملفات السياسية كنا نتابعك على المكشوف كان إنه مباشرة دغري بروح على الموضوع. مشان هيك كانت التسميات تكون بنوع من الجرأة يعني. وأيضا على المكشوف كان شخصيات سياسية فنية صحيح حسب الموضوعات، كان في لقاءات جميلة سجل إعجابي يعني فيها شخصيا وفيك جبران توين الله يرحمه. صحيح، هيدا جريء جدا. جريء جدا، جريء جدا. مش على المكشوف. أيه. عملت سلسلة زاهي ومجموعة كثيرة. صحيح. الآن انتقالك من إلى الأخبار المستقبل، ما هي المغريات، ما هي المتغيرات؟ طبعا أنت في الـ NBN كان بالـ NBN أيضا ست سنوات. نعم، أنا أعيد وأكرر يعني، وأنا يعني ما أحب التكرار، ولكن تعرف في لبنان يجبرك أحيانا على تكرار بعض الأسئلة وهي الناحية السياسية المواقف. NBN في خط، المستقبل في خط، هل تغير خطك أنت السياسي ولا ما له علاقة بالقصة؟ وقت كنت بالـ NBN ما كان عندي خط. أيه. يعني لبنان مش دايما بتكون أنت بخط تكون بمكان، ولكن مع التجربة صرت أقول أنه لا، أنت بحاجة تكون بخط تقدر تكون بالمكان، لأنه التجربة هي فرضت عليك هالشي، مش أنت فرضت على المؤسسة. يعني حتى بتحس أنه أنا عندي خيبة أمل. يعني أنا بحس أنه البرامج السياسية عطيتني نوع من خيبة الأمل لأنه هامشك ضيق، هامشك ضيق، حسابات معقدة. يعني ايه هامشك ضيق تقدر تكون انت فعلا صحافي بالمفهوم اللي انت مقتنع فيه. يجب ان تسير بخطوط معينة وشروط معينة حتى تبقى ضمن مؤسسة وعندك موقع معين. الشخصيات الساسة تشوفينها مزيفة؟ مش مزيفة بس الى حد ما. ترى انت جريئة يعني. مش عم بقلك انه منا مزيفة بالمعنى التزييف، لا، بس شخصيات سياسية برأيي مش قادرة
تروي نقمة الناس إذا بدك. يعني الطلة الإعلامية لم تعد طلة من أجل إرضاء الناس أو قول الحقيقة للناس، أصبحت صناعة كلام. وبرأيي القرار ليس في لبنان دائما، لذلك أساسي يطلون عبر الإعلام اللبناني ليتكلموا لا أكثر ولا أقل. يعني حتى اللي كانوا بالمعيار يشكلوا حدث أو سكوب بالمعنى الإعلامي ما عادوا يشكلوا سكوب، لأنه أطلالاتهم متكررة وكلام أصبح معروف. لذلك ما عاد عندك في لبنان هالزعيم أو الشخصية اللي كل الناس بتنطرها أو بتشكل سكوب أو حدث. هذا بسبب آرائهم ولا بسبب كثرة المؤسسات العالمية؟ كل شيء، كثرة الكلام، غياب القرار الداخلي على حساب الكلام الكثير. قرارات محاور دولية دائما، صحيح أنه دائما تنتظر الحدث الإقليمي حتى ينعكس على ال... خليني أنا يعني أسألك يعني من واقع خبرتك و يعني تعمقك في المجتمع اللبناني من السبعينات، من 75 في أجيالك إلى اليوم، وفي ساسة موجودين هم أنفسهم نفس الساسة، ربما يتغيرون أو تأتي شخصيات هي نفس التوجهات وتعيد نفس الكلام وتقول نفس الكلام، وهناك فئة من اللبنانيين تتبع كل شخص. مع هذه السنين لماذا لم يتشكل وعي لدى المواطن اللبناني؟ عنده وعي، ولكن مصلحته الضيقة هي اللي عم تفرض عليه يلحق. يعني بعض اللبنانيين ما بيزقفوا لزعيم من أجل قناعة سياسية، بيزقفوا له لأنه بمفهوم الدولة، الدولة لا تعطيه حقه، هو بحاجة لهذا السياسي أو لهذا الزعيم ليمشي له أموره البسيطة. لذلك ترى أنه الشعب اللبناني يذهب. ما عم بقول أنه ما في قناعات تحرك اللبنانيين، أكيد في قناعات، ولكن ترى أيضا مصالح ضيقة تحرك اللبنانيين، لأنه الدولة لا تعطي حقوق المواطن. لذلك هو بحاجة إلى الوزير، بحاجة إلى النائب، بحاجة إلى الزفت، بحاجة إلى معاملة، بحاجة إلى يعني مشكلة. لبنان مشكلة معقد يعني. بس تحبي؟ بحبه أكيد، بلدي وبنتمي له. وعندي رأيك في موضوع وعندي حرقة قلبي عليه كمان. إيش رأيك في قصة فيروز اللي صارت مؤخرا؟ أنا بنقولك على أكثر من شيء وأسمع رأيك فيه. فيروز أنا بعتبر إنه صحيح رمز، وصحيح إنه هذا الرمز لا يجب أن يمس، ولا يجب أن يعني هيك أنواع مشاكل أن تكون أمام عدسات الكاميرات. ولكن أعتقد إنه هناك في حقوق أيضا، يعني ما فيني أقول إنه بيت الرحباني ما إلهم حقوق أيضا. يعني إذا بدي أشيل فيروز ونزلها من مرتبة الرمز، لا، هناك حقوق. بس الغلط إنه الفريقين طلعوا الموضوع إلى الإعلام، وهذا لا يجب أن يكون. نعم. لأنه فيروز وجدان لبنان، وفيروز جميل، محرك لمشاعر كل اللبنانيين والعرب. نعم. تجربتك الصحفية سينيين، وهي مجلة كل شهرين، حدثين عن هذه التجربة وكيف كانت وكيف جاءت فكرتها. يعني هذه التجربة يمكن ابتسم أنت وعم تحكيني عنها، لأنه تجربة صحيح ولدت من التحدي، لكن ولدت من خيبات الأمل الإعلامية. يعني أنا رفضي أن يكون مجرد أداة أو رقم في هذا الإعلام الكبير هو اللي جعلني إنه خوض تجربة يكون عندي أنا منبر لإلي، قول اللي أنا عبالي قوله، وضوي على الشخصيات اللي أنا عبالي ضوي عليها وحس عندها قيمة. مشان هيك سينية بنبسط وقت حس إنه عم تستمر، عم بتطور فيها. اليوم أنا أفضل من الأمس، اليوم دخلت أسواق عربية أيضا، وبهيدي التجربة بحس حالي إني عملت إنجاز بخليني أحس إني بنيت شيء صغير لنفسي. طيب، ألذ المراحل في حياتك؟ الصعبة. الصعبة. الصعبة هي الألذ، لأنه الصعبة هي اللي بتعلم. طيب. فيك وهي اللي بتعطيك هيدا التحدي الأكبر، إنه من التعب بتصنع القوة. جميل. أحب البرامج عندك اللي أنت عملتيها. جريء جدا بحبه. تحبي أكثر شيء؟ إيه بحبه، جريء جدا، لأنه حاولت طلع جزء كبير من حقيقة الناس اللي قبالي. مش صحافي صفرة، مش قال وقيل وهيدا قال لك، لا أعماق. حاولت جميل. أن أضع الأعماق على الطاولة، وهذا الشيء حبيته بهذه التجربة. نعم. أنا حبيت وجودك اليوم، شكرا لك. مرسي لك، مرسي لوجودك معنا. نعم، وإن شاء الله دائما نلتقي فيك. شكرا.